بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن زراعه اشجار الفاكهه على السطوح. زراعه اشجار الفاكهه على السطوح بتبقى حاجه ممتعه جدا جدا، زي ما احنا شايفين بيكون عندك فوق سطحك حاجات اشجار جميله بتطلع في اي وقت حابب تاكل منها، حابب تشوف المنظر الجميل. زي ما احنا شايفين زارعين هنا شجر رمان اهو، وزارعين هنا شجر جوافه كمان اهو، وزارعين اشجار العنب كمان، بس طبعا احنا لسه في اول الموسم فعلشان كده مش هتلاقي المجموع الخضري مكتمل. زارعين اشجار جهنميه عشان نعمل روف عشان قعده الصيف. بنزرع برضو جنب الاشجار اللي هي الكبيره دي اشجار خضر، برضو بتبقى كويسه ما بتاثرش على الشجر الكبير. بنزرع اما بنحب نزرع بنزرع طبعا في براميل زي ما احنا شايفين كده، البراميل بتكون بالشكل ده. البرميل بيكون التربة اللي فيه بتكون عبارة عن بطمس زي ما قلنا، بطمس ومعاه رمل. تمام، البطمس ميزته زي ما قلنا ان هو وزنه بيبقى خفيف والعناصر الغذائية او القيمة الغذائية فيه عالية جدا. بنضيف عليه طبعا رمل او تربة عادية علشان خاطر نقلل من التكلفة شوية. زارعين كمان اشجار ليمون اهيت، ان شاء الله هنوريكم بعد كده الفيديو لما يكون فيه ثمار في كل اشجار الفاكهه عامه. وزي ما قلنا ان البطمس اللي هو بنزرع فيه متوفر في كل مكان عند اي حد بتاع بذور، بيدي قلنا قيمه غذائيه عاليه للنباتات. سعره الشكاره حوالي من 120 ل 130 جنيه، ده اللي هو المستورد. في طبعا المحلي اللي هو اللوكال اقل من كده شويه. وبرده البرميل بنقدر ان احنا نستخدمها نعمل فيها فتحات ونزرع فيها حاجات تانية زي ما احنا شايفين كده. ان شاء الله اي استفسار تحت امركم راسلونا على اليوتيوب او في اي كومنت على تحت الفيديو، ان شاء الله نجاوب عليكم. شكرا والى اللقاء.